بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله هنشرح النهاردة حجب الصور الإباحية بشكل نهائي بدون استخدام أي برامج. كنا شرحنا قبل كده طريقة حجب المواقع الإباحية من الراوتر أو الهواتف أو الكمبيوتر، ولكن صديقنا ممدوح كامل بيقول هو نجح في الشرح، طبق الشرح ده بتاع حجب المواقع الإباحية ونجحت الطريقة، ولكن بيسأل على طريقة حجب الصور الإباحية لأن هي مازالت بتفتح. الحل يا شباب كالتالي: أول حاجة بتفتح محرك البحث جوجل عن طريق فايرفوكس أو جوجل كروم. أنا فاتح دلوقتي من جوجل كروم وهدور مثلا وليكن على اسم القناة بتاعتنا، وبعدين هتضغط هنا على ستينجس، هيظهر التبويب ده. هتضغط على اول اختيار اللي هو سيرش ستينجس، وبعدين هتضغط هنا على في اول اختيار اللي هو سيف سيرش فلتر، هتضغط على تيرن اون سيف سيرش، وبعدين تنزل تحت خالص تضغط على سيف وتأكد، تضغط اوكي، وبكده ان شاء الله تم حجب الصور الإباحية بشكل كامل. الشرح تاني ولكن باللغة العربية. حتى هتعمل بحث على أي حاجة، وبعدين هتضغط على الإعدادات، هيظهر التبويب اللي قدام حضراتكم. هتضغط على إعدادات البحث، وبعدين تضغط في أول اختيار اللي هو فلاتر البحث الآمن، هتضغط على تفعيل البحث الآمن، هتعلم هنا وتنزل تحت خالص وتضغط حفظ، وبعدين اوكي، وكده تم حماية الجهاز او المتصفح، مش هيفتح اي موقع من المواقع الاباحية او هيعرض اي صور من الصور الاباحية بشكل نهائي. وبكده تكون حضرتك نجحت ان انت تعمل حجب للمواقع الاباحية عن طريق الشرح ده، و تقدر تعمل حجب للصور الإباحية عن طريق الشرح بتاع النهاردة عن طريق المتصفح بكل سهولة. أتمنى يكون الدرس النهاردة إن شاء الله واصل للجميع. إن شاء الله أي حد عنده مشكلة أو عنده مشكلة في تطبيق الشرح أو الطريقة ما اشتغلتش معاه يكلمني، وإن شاء الله هرد عليه وأحاول أساعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.